قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حزب الشيطان هم المنافقون الذين يتولون اليهود. المنافقون يتولون اليهود بالتبعية والطاعة والنصرة، يتولونهم بشكل مباشر أو يتولونهم بشكل غير مباشر عن طريق التنسيق السري بينهم وبين الحكومات المتصهينة الغربية أو الأمريكية، ويتظاهرون بالإسلام وهم قد خرجوا من الإسلام لأنهم أعطوا ولاءهم لأعداء الله تبارك وتعالى وأعداء رسوله، وإن تظاهروا بالإسلام وإن تظاهروا بحب أهل البيت فقد خاب ظنهم وانكشف أمرهم، أي أمر الذين توضح أنهم استباحوا دماء المسلمين تنفيذا لما تريده اليهود من ضرب المؤمنين في سوريا وفي غيرها حتى يأمن اليهود المقاومة الحقيقية، ويدعون أنهم هم المقاومون. وهؤلاء الذين يتولون اليهود من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب الله عليهم وسماهم القرآن المنافقون. فلنستمع إلى قول الله تبارك وتعالى حيث يقول: ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، أي اليهود، ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وهؤلاء هم الذين يحدون الله ورسوله كما ختمت آخر آية في هذا النص. ألم ترى، أي رؤية فكرية علمية شبيهة بالمشاهدة البصرية، إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. التولي يكون بالتبعية والطاعة والتنسيق السري. تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني اليهود الذين كان المنافقون يوالونهم في الباطن وينصرونهم ويستنصرون بهم وينقلون إليهم أسرار المسلمين المؤمنين. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك: ما هم منكم ولا منهم، يعني هؤلاء المنافقون، هؤلاء حزب الشيطان الذين ذكرهم القرآن بعد ذلك وبين اسمهم، هؤلاء ليسوا منكم أيها المؤمنون ولو ادعوا الإيمان، ولا منهم، يعني ليسوا من اليهود، لأن اليهود لا يقبلون أحدا منهم إلا أن تكون أمه يهودية. ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنون ولا من اليهود، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يقسمون ويثبتون كلامهم بأنهم مؤمنون وهم يعلمون أنهم كاذبون. فولاؤهم ليس لله، وهم مشركون بالله، وقد رأينا إعلاناتهم ودعاياتهم واستنجادهم بقولهم يا حسين وكتاباتهم يا حسين، بدل أن يدعو الله ويستنجدوا بالله ويستصرخوا الله تبارك وتعالى ويدعونه يصيحون يا حسين.
فلو صاحوا يا محمد وطلبوا العون من محمد لكان مظهرهم مظهر الشرك، فكيف إذا استغاثوا بأحد أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحسين عليه السلام؟ هؤلاء جعلوا الحسين كما جعلت اليهود والنصارى عزيرا بن الله والمسيح ابن مريم ابن الله. لا لا أبدا، الولاء لله والطاعة لله والدعاء لله، ادعوا الله تضرعا وخفية، ولا تدعوا لا حسين ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا بشرا من الناس. أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. هذا العمل السيء بمعاداة المؤمنين، وظهرت معاداتهم للمؤمنين أيها الإخوة باستحلال دم المؤمنين من أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الذين أخذوا الدين بطريق علمي صحيح، كابرا عن كابر وقرنا عن قرن وجيلا عن جيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودونت كل هذه الأحاديث من زمن لم يتعد عهد التابعين بدقة صحيحة، فوصل القرآن إلينا عن طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا غير منقوص، وانعقد إجماع الأمة الإسلامية، ومنهم علي رضي الله عنه والحسن والحسين وآل البيت كلهم أجمعوا على أن هذا القرآن هو كامل كما نقله محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربه. فإذا بهم بعض الفرق منهم تتهم عائشة بالزنا، وبعض الفرق منهم تزعم أن محمد عليه الصلاة والسلام أخطأ جبريل فأعطى الرسالة لمحمد وكان سيعطيها لعلي. ما هذا الهراء والخرافات السخيفة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية من أجل أن يعيشوا بين المسلمين ويشعروا المسلمين أنهم مسلمين، يستفيدوا من زواج نكاح المسلمات ويستفيدوا من الحياة والمصالح في المجتمع الإسلامي. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار إشارة إلى أنهم ماكثون فيها كما يمكث الإنسان في داره الذي هو صاحبها، ليس بالإجراء حتى يخرج منها، لا، ماكث فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يموتون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يحلفون له أنهم كانوا مؤمنين وأنهم على الاستقامة وأنهم على اتباع أوامر الله، وهم يتبعون أوامر مضلليهم والعياذ بالله تعالى. وأول مضلل لهم هو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل في الإسلام وزعم أنه يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصل الأمر بأتباعه إلى تقديس وعبادة بعض رموز آل البيت عليهم السلام. يحلفون أنهم كانوا مؤمنين وأنهم على الاستقامة وليسوا على الاستقامة، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. الله تبارك وتعالى يقول عنهم كاذبون. نعم، إنهم يبطنون غير ما يعلنون، يبطنون غير ما يظهرون، يزعمون أنهم يطيعون الله ولا تجد أحدهم يذكر كتاب الله بقدر ما يذكر قال فلان وقال فلان من الذين يعبدونهم من دون الله. وسمعت بأذني، وانتبهوا إلى هذا، سمعت بأذني منذ أيام أحد شيوخهم من الدجالين الجاهلين يزعم أن الشيطان كل مولود يولد، هكذا يقول، كل مولود يولد من غير الشيعة، لا من اليهود ولا من النصارى، لا، هذول جماعتهم، من النواصب يعني الذين ناصبوا العداء لأهل البيت أخزاهم الله. نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب آل بيته، وحبنا باتباعهم فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وليس حبنا حب كلام فارغ وعبودية لغير الله تبارك وتعالى. فزعم هذا الشخص أن الشيطان كلما ولد طفل من النواصب، يعني مننا نحن أهل السنة والجماعة، وضع الشيطان أصبعه، أصبع السبابة، يرفع أصبعته في دبره فيخرج هذا، والعياذ بالله تعالى، يعمل فيه الفواحش. وأما البنات، إذا ولدت بنت من النواصب يعني من أهل السنة والجماعة، خسئوا وكذبوا، لسنا ننصب العداء لأهل البيت، بل نحبهم ونجلهم ونتبعهم في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويزعم أن الشيطان عندما تولد الفتاة للنواصب يضع إصبعه السبابة يرفعها يضعه في فرجها فتخرج زانية فاجرة. قال فاجرة ما قال زانية، وقال أول الفاجرات عائشة. أخذ الله من يقول هذا القول والعياذ بالله تعالى. هذا القول كفر، لأن عائشة رضي الله عنها برأها الله وهو يتهمها، فهو يكذب القرآن. ثم إذا قال بعض الناس من أهل السنة والجماعة إلى أن من يعتقد هذه الاعتقادات كافر، كيف أنتم تكفرون؟ لا، ما كفرناكم، أنتم أظهرتم كفركم وقد ظهر دجلكم وكذبكم والعياذ بالله تعالى. هل يوجد كفر أقبح من هذا الكفر؟ زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنهم الله وأزوجاته أمهاتهم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. الله رضي عنهم وهم سخطوا عنهم وكفروهم. فإذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار، فمعناها ديننا كله غير صحيح، لأن ديننا انتقل عن هؤلاء الكفار. هذا كلام هراء، ومن يصدقه إما أن يكون جاهل أو يكون أصحاب أغراض أو يكون قلبه مرتبط باليهود الذين ينشرون هذه الأفاعيل والأكاذيب التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل لا يصدقها عقل إنسان إذا استعمل عقله. أما إذا لم يستعمل عقله وانصاع انصياعا عبوديا لهؤلاء الدجالين الجهلة فيكون عابدا لغير الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد المسلمين عن هذه الخرافات. ما هو سبب ذلك؟ يبينه القرآن في الآيات التالية. ما هو سبب أنهم يتبعون هذه الطرق الضالة فيضلون عن سبيل الله وهم يزعمون أنهم مؤمنون؟ يتبعون اليهود بشكل مباشر كما قلت، وهناك علاقات سرية بين بعض أفراد هؤلاء وبين اليهود، وهناك علاقات سرية أيضا بين هؤلاء من بعض فرق الشيعة ومن زعمائهم، هناك اتصالات بأمريكا ينفذون ما تريد ثم يزعمون أنهم ضد أمريكا، فهم في الإعلام ضد أمريكا ومقاومون لليهود وهم في الواقع أنصار يهود ويعملون لحساب اليهود. والحمد لله نحن أصابنا شر شديد في سوريا، ولكن كان نتيجة هذا الشر أن بيّن الله للعالم أجمع كذب هؤلاء وافتراء هؤلاء وأنهم من حزب الشيطان وليسوا من حزب الله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، يذكرون حسين بدل أن يذكروا الله، يذكرون حسين بدل أن يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، لأنهم يعتقدون أن القرآن محرف أو فيه زيادة أو نقص والعياذ بالله تعالى. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، الخاسرون في الدنيا والآخرة. إن الذين، شوفوا الآية بعد، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يحادون أي هم في حد والله ورسوله في حد، هم يسيرون في طاعة غير الله، في طاعة المشعوذين الدجالين السخفاء، لو استعملوا عقولهم ما أطاعوهم وما اتبعوهم. كتاب الله واضح وإسلامنا دين الفطرة، فلا يمكن أبدا أن تفرض قادة الشيعة في إيران وفي غيرها على العالم الإسلامي دينهم، لأن هذا الدين لا يوافق الفطرة، وكل شيء لا يوافق الفطرة لا يمكن أن يخضع له الناس إلا بالعنف والقوة، ولذلك يستبيحون دماءنا ويحاولون قتلنا. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى بيّن لنا كل شيء وفصله تفصيلا، فما عليكم إلا أن ترجعوا إلى كتاب ربكم وتقرأوا ما كتبه علماؤكم من رجال الحديث وأهل السنة الموثوقين الذين أخذوا السنة كابرا عن كابر وراو عن راو من الموثوقين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، الذين يقفون في حد والله ورسوله في حد آخر معارض ومضاد لحد الله ورسوله سرا، أولئك من جملة الأذلاء المغلوبين المهانين في الدنيا والآخرة. ولعل هذه الابتلاءات التي تصيب المسلمين في سوريا كشفت
هذا الحزب، حزب الشيطان الذي يقاتلنا ويقتلنا نيابة عن اليهود، بعد أن بدأ هذا الحاقد، هذا الدجال الأسد وابنه بشار، عندما بدأ الأسد فسلم الجولان لليهود، والناس كلها في سوريا تعرف هذا، والوثائق تعرف هذا، شيء ثابت. فهو خائن عميل لليهود وهو يدعي أنه ضد اليهود. قد تقول لماذا لم ينتشر هذا ولماذا لم نقله قبل؟ هل يستطيع أحد أن يقول شيئا يخالف فرعون أو ما يرسمه فرعون؟ لا يذهب إلى بيته، يذهب إلى الأقوية التعذيب، وربما لا يعود، يموت بالتعذيب. ولا زال كثير من شبابنا في أقوية التعذيب، ومن النساء أيضا، وقد ذبحوا النساء والأطفال ذبحا، فانظروا إلى جرمهم، فهم ليسوا كالكفار العاديين، بل هم أشد كفرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول عنهم: ما هم منكم ولا منهم. يعني هؤلاء ليسوا منكم أيها المؤمنين، وليسوا من اليهود، بل هم أذناب اليهود. هؤلاء حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. نسأل الله سبحانه وتعالى، وسترون بإذن الله أن الله سيذلهم ويظهر كذبهم بعد أن فضحهم، حيث بقوا مدة طويلة من الزمن يزعمون أن قيادات العرب كلهم سكتوا عن اليهود في فلسطين، وهم وحدهم الذين يقاومون، ولم يقاوموا إلا تمثيلية فقط، وعند الحقيقة لم تطلق رصاصة في زمن بشار الأسد ولا أبيه على اليهود، مع أن من حقه أن يسترد ما سلمهم إياه خيانة، ولكن كيف يسترده وهو الذي سلمهم فجعلوه سلطانا علينا؟ كيف يفعل ذلك؟ لا يمكن. وحزب الشيطان يعرف هذا، فكيف يؤيد هذا الطاغية الخاسر الخائن الذي سلم الأرض اليهود ويزعم أنه يؤيد المقاومة؟ أي مقاومة؟ يؤيد المقاومة الإسلامية، معناها عفوا يؤيد الباطل واليهود على المقاومة الإسلامية. نحن المسلمون الذين لا نريد اليهود، فهو يقتلنا لمصلحة اليهود حتى لا تقوم لنا قائمة في 20 سنة أو 25 سنة ويرتاح اليهود منا. لا، لن يرتاحوا. سيبدأ الأمر بحزب الشيطان بإذن الله. الله تبارك وتعالى لا يكذب، فإنه سبحانه يقول: أولئك في الأذلين، سيذلهم الله، ومن بعد إذلالهم يرفع الله تبارك وتعالى الحق وأهله، ويظهر حقيقة حزب الله. والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع، والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.